محاصيل فلاحية أخرى لحقت بها أضرار من جراء العاصفة الرعدية التي ضربت الأحد الماضي مناطق تابعة لمشرع بالقصيري. عاصفة كانت مصحوبة بأمطار غزيرة خلفت خسائر هامة في المحاصيل الزراعية والممتلكات. روبورتاج سعيد ريما وفؤاد الحرش. 10 دقائق كانت كافية لإتلاف وتدمير ضيعات فلاحية بجماعة نويرات والمناطق المجاورة بسبب عاصفة رعدية قوية. كما كتشوفوا هذه المسافة ديال 3 القطارات ديال الدلاح مشات في ظرف 8 دقائق ديال البرد اللي طاحت والريح الإعصار. لكن عندنا حنا في منطقة منبسطة فوجئنا لأنه لم نرى مثلها قط. لم يسبق لساكنة هذه المنطقة أن شهدت مثل هذه الظاهرة الطبيعية. العاصفة الرعدية كانت قوية ومحملة بالبرد والرياح تسببت في ضياع المحاصيل. الوقت وجيز اللي بين 2 دقائق وخمسة دقائق، أنا كنقول لكم بين 2 دقائق وخمسة دقائق ما بقى والو، كان زرع واقف وكيف كتشوفوا ما بقى حتى حاجة، لا زرع لا تبن لا والو. وعندنا كريديات عند مالين الدواء عطينا الشاكات مالين الدواء. حقول الشعير والحمص والذرة أصبحت في خبر كان. الصاعقة أتت على بشائر محصول هذه السنة بالنسبة لهؤلاء. جات واحد العاصفة ديال التبروري اللي دامت تقريبا واحد 10 دقائق ومشات في واحد الاتجاه طويل ومشى فيها المحصول اللي كان باقي بلا حصاد كامل مشى. بعد ما درنا تقييم جينا للمركز ديال المكتب الاستثمار الفلاحي باش نشوفوا المسؤولين وشنو هي الاجراءات اللي يمكن لهم ياخذوها في هذا الشان هذا. ويبقى فلاحو هذه المنطقة المتضررة على دعم الجهة الوصية لتجاوز المحنة والصعاب.